بعد فطي دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي 15 في مجلس الأمة، استمرت اللجان البرلمانية في عقد اجتماعاتها العادية خلال العطلة الصيفية، وذلك للانتهاء على الأقل من تجهيز تقريران لكل لجنة برلمانية قبل بداية دور الانعقاد المقبل. وهذا الأمر جاء بعد اتفاق تم ما بين مكتب المجلس مع رؤساء اللجان البرلمانية، لكن عمل اللجان البرلمانية قبل فض دور الانعقاد الأول كان واضحا وملموسا، جاءت نتائجه خلال جلسات مجلس الأمة العادية والتكميلية أو حتى الخاصة إيجابية ومثمرة. خلال دور الانعقاد الماضي تم تشكيل 26 لجنة برلمانية، منها 11 لجنة دائمة و11 لجنة مؤقتة وأربع لجان برلمانية للتحقيق. وناقشت اللجان البرلمانية 51 مشروعا بقانون، وبحثت في 529 اقتراحا بقانون قدمها 46 نائبا، فيما تمت المناقشة على 716 اقتراحا برغبة، وأنجزت اللجان البرلمانية 263 تقريرا. وعلى صعيد طلبات رفع الحصانة عن البعض من النواب، فقد أحالت إلى المجلس 16 طلبا لرفع الحصانة، تمت الموافقة على 7 منها ورفض 8 طلبات وعدم البت في طلب واحد.